السلام عليكم. أزول إمارة يعني دخيت سلان يعني تبع القناة ريف أونلاين تي في. أزول جاي ومثنخ سليمان بالغربية إلي سقسان نيخ إلي كين شي سقسيثن باش هاد السي ورخ خير الفترة من 10 سنين أم زوالو هادي سامحم باش السيخ شويت المصطلحات تعرفت أو اللغة العربية من قانشين انه مازيخت مازال وقت سعيف وقت عيونشا مازال يسن خويا ضريق خشا موالن جوج جديد ذي خت مازيخت يغني نشي ربدا نستخدم اذن استعرفت الدرخ خبي غنسي ورخ 10 سنين اواني الدستور أنسيو ذكي ذي الزمن التيمبو، ولكن لابد نحدد جل المكان خاص نسيور شم توريخ أنوش إجن النظر يغالي نشي أنخزع الدستور أثنغا خاصة من يتهمان ثمازيخت اللي يعطي نفس الأمازيغية سوج ديش الفصول تدي المقدمة الفصل الخامس ملف تاع مليح ديش الفصل الليدن ولكن المهم الفصل الخامس يمكن المقدمة تصدير ديباجة سقال يعني ثم زوالوث من زيت الفن باش الجنيج الأرضية أتقن إجن مبادئ عامة الدستور المغرب من 2011 إذن أول الدستور أخص نكي إجن خزرات ثانيا أنخزع أمشي غالبا بغي السوارخ صح الطاقت إقليم بطوية الريف الأوسط أو إقليم كارت ولكن إداريا ورسميا قانس إقليم الدريوش القاعدة الجغرافية إقليم الدريوش معرة لغني نشين هو ذي سيد تسعيد ذي ثمسامان ذي سيد تزيد بما فيها هي المواس حتى يتبعني التوزيل ذيس تفاسيث ايثو ريشش ذيب درسل اغرينش يعني يبدرسل مخلطين انت ذيس بنوكيل انت ذيس يبدرسل اذا دينا تقريبا يتواريخ ما يمي بالضبط تمشينا غنسير خمشين قبل غنسير 10 سنين دنيا لنا ثمازيخت مذاق والتضيها لاعتراف لي أديبان ذي الإقليمة ذي الجمعيات ذي التعليم ذي الإعلام بل هو ديبين أثار النص ومشنا وزما ديبان كمشان لذن قطع ما يمي و لأنه من بين ما يندوي الدستور 2011 هو العناية بالتراث بصفة عامة نحن في أصلنا يعني المقومات الحضارية والمقومات الهوية الأمازيغية بالأساس هي التراث القديم ما قبل الإسلام وتراث عريق منيا الشيخ لابد تنصح لنا التاريخ المنطقية الجغرافية يخفن السوار دريوش يحتضي التاريخ الطاس
يحتاج ديس الثقافة الأمازيغية يطاس، يحتاج ديس إزرفان الأعراف الأمازيغية يطاس. إذن أتنك يعني ماشي نموذجية بمفهوم أنه أنت الحسن زكين، ولكن أتنوش كان نموذج ما مش غن خدمة المازيخت، ما مش غير التقى في مستوى التمازيخت، ما مش إغان خزاع إغان جيش الرصد إغان الشيء يتم نراقب تحركات المجتمع ذي الدكا ذي العلاقة النس أكث مازيخت وبعد دستور 2011. إذن مشينا ذيس يحتضيس التاريخ الطاس مرمى نحر التاريخ القديم منذ يمكن الرومان الفينيقيين قديم شن الأبحاث أو شن التنقيبات عزون خصوصا ديث مسامان بأنه وفين دين شن الأثار قديمة قديمة جدا أن يعد الفينيقيين أو الرومان. المهم ذين إغالين الشين يجن جهد التاريخ قمشانا باش نش النموذج وها نهمنا على المراحل يحدو المعرة أن المارينيين انطلقوا للسريتي زي المنطقية قبل غيك الدولة دي فاس، ثم ذي مقاومة ريفيين باش الدفع ضد البرتغاليين والإسبان القرن السابع والثامن والتاسع عشر، ولكن ودخلت الشنج النظرة عاد ضد الطريق عاد بوذا أتنطفج اللحظة هو تاريخ القرن العشرين وبالخصوص منذ انطلاق المقاومة الشيخ محمد رمزيان. نستن بأنه الشيخ محمد رمزيان وخان تذكر عين يتنتمى غير المنطقة من أبو يفرود، ولكن من جغاس رماك حن صغيرين الشين نخلي العاصمة النص نخلي المركز العام التجمع المجاهدين المقاومين هو ذي إقليم دريوش وبالتحديد ذي مورو قال اسم الشين الجمعة مورو السوق مورو ويسمى عصيج البعد ربما قد حيب نسميه اسبانيو، ولكن الشين شتيت على كل حال لأنه أسبانيو بإيجاز أم توريخنش ومي غي عجز باش يطف أمشاني حتى غواري ومي يموت شي واحد مزيان يقيم أمشاني يتقوى إذن ومي ويزم ماذي وجهي وذاني تضاريس ني قصح دي وذاني يبدأ يقص يمكن مورو أخمي شيء وذان وحرين قصحن أم تغى تخز أم تغى حقا أمريكان يهنديوس الهنود الحمر يغنينش أمو يعني. ثم أنت في المجاهدين يجيكس كالشيخ محمد رمزيان والجبوس كرعيين ليس هيد سعيد بالأساس هيد توزين لا فارسيت بالضبط ثم سامان يعني إكزنين إبضارسن بالخصوص عود لغة عود تطس. إذن أخمير إجل العاصمة ذي الوقت اللي يعني نار الريف ذي الفطراني وتجيبوا المقاومة الريفية بقيادة الشيخ محمد رمزيان فقط، ولكن جاء شاشن دي المقاومة النية في قبر معرة ومنية يجي الحديث الليل انت ثم سامع انت في ذين تحروا بعضا ونحن ما نستيقظ تحروا بعضا ونحروا بعضا المعروف بأنه أول معركة يجيش القوة المقاومة الريفية باش تنطلق وحتى عبد الكريم الخطابي وليس 11 ولكن السلاح الذي انطفن
الانتصار اللي وقع يتسمى عربح اللي وقع عندي يظهروا بعضا يكوشين يجن القوة يجن الجهد الانطلاقة المقاومة الريفية بقيادة محمد عبد الكريم الخطابي. ثم تسمع حركة إغريبا لثمان سمان، أتسمع حركة أنوال ثمان سنين خاص مشهورة كموقع إتكاميلي إقليم الدريوش. ثم أنت أنوح غد فاسد غتيزي عزة أنوح غميضة غحجار الترجيل ديني يقعد نجم على كجا إسبونيا بقيادة الحليف نسن أيون عبد القادر الجزائري أك المقاومين على الريف دي حرب الريف. ثم انتف يجو مغربي ريت عجدي مريتش سكنت دي إسبونيا باش هذيك الوسطة جا المقاومين عبد الكريم الخطابي ديسبونيا قناه دريس السلاوي من يموت يموت فاسد الى اخره، لانه اسبونيا اخمي غلب نشويت اخمي خلني جن العهد نغين وني باش تتهم المقاومين ديال الريف بالناقتين غير مهم يجن حدث يعني نسول الحدث من يوقع فقط اهميه الحدث للتاريخ المقاومه على الريف. ثم تفاسد غادي نجي تجمع جاب نطيب خصوصا دي وديعه تجاب نطيب تفاسيس تجمع وديعه معروف اول تجمع يعني يجا يتق حاش غادي نجي يجمع المجاهدين ببس محمد عبد الكريم الخطابي يعني عبد الكريم الخطابي الاب ايوان تروح تفزوين قاقوتين غازة السماء. ثم التداريب الأولية غم تقام روزا ماريا مازريا قالت نيجين كتاب اللي عبد الكريم الخطابي عبد الكريم الخطابي والكفاح من الاستقلال فقاش بين قد تدايب جاتك تنجاب نطيب تفاسد يوزا يشتس قال يجمشن تفاسد و ميزي غير أكمل أهمية ومشانا إقليم دريوش وميغا غنطلق المعركة أولي ظهروا بعض يبدأ معركة إغريبا قبل ذوق معركة أنول العاصمة إغينشين المقاومة الريفية وثقي مشاهد قوش ديها ذي قدوا يغر وإنما عبد الكريم الخطابي ما لدي ذهابي أنه غاسجن تكتيك عسكري غاسجن نظرة باش المزيغ يقاوم يوسد غوم الزورو ام الزورو ضد شا ذي ثم سامان خمين تحسني تزيد فارسي انت كخل بعض انت شاين يتوزين اول شا انت في الدينين انت في ديني انت في ديني شا ام الزورو وذين ايدي ظها كيم خطابين جيزن تسوات ربما يقيم خلقه عسير سني إجيتيش لما النص الأوامر النص المجاهدين يجان غريبا نخ أنوال سني دقاء المقر القيادة النص يعني الجديدة يعني يعني العاصمة الحربية يعني تسمى ذي الوقت معركة إغريبا ومعركة أنوال. هذا هو إقليم الدريوش. هاد الناس غا الدستور من 2011 ما يندايس الدستور من 2011 انت فدايس بأنه اللغة الأمازيغية أو الثقافة الأمازيغية أو الأمازيغية مكون أساسي مكون أساسي للهوية المغربية بعد تعرفت وبعد الإسلام طبعا الاعتراف يوقع سمازيغت كمكون أساسي للهوية الوطنية المغربية
يوسد أول مرة دي الدستور دي الديباجة، يعني دي التصدير دي المقدمة، يوسد دي المقدمة، يوسد دي المقدمة يعني ديني وذان، ديني وذان، ديني وذان، ديني وذان قام بأنه المقدمة من الدستور أو الديباجة ثم زوارة من الدستور ما ينزي بدأ انتهي إجيت الشن يجن التوجيه، انتهيت الشن يجن أو أن ينشن الأرضية الأساسية القواعد القانونية تغيسا ذي الدستور يخصوا المقدمة. إذن ذي الفقهاء القانون الدستوري على كل حال قالش بأنه المقدمة غاسيج القيمة القانونية غاسيج القوة دي دستورني أقوى من القواعد، يعني تحدد المبادئ العامة والتوجيهات العامة وخغويات، يعني إذا غسال يعني إذا غسعون باش تفسد القواعد اللي في الدستور بعد المقدمة. ثم يتسد الفصل الخامس يقال بأنه يجب ترقية اللغة الأمازيغية، يعني للإعلام للحياة العامة بصفة عامة، يعني سواء ذي المعاملات اليومية سواء ذي يعني ذي الإدارة العمومية من بينها المجالس المنتخبة ذي القضاء، أم يفسر بعد ذلك القانون ذي التنظيمي غادي يفغن أعتقد يعطى شوية 2020. ثم أمن غير يفسر المجلس يعني القانون اللي يتنظم 2019 أعتقد القانون اللي يتنظم المجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية. هذا بالدغوانيتي والمجلس الوطني في الحقيقة ذين يحسن البعض من بأنه ذين يجن يعني يجن الاضطراب يخلي الشين يجن تردد في الدستور المشرع الدستوري يخلي الشين باش أدياس ديك المجلسة باش هذه سبعات مستقبلا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي رغم من غير السلبية نس ولكن رغاسج الإيجابية معينة كمجلس استشاري يرايز الدور ذي نش يتسمى ذي البحث خصوصا ذي اللغة الأمازيغية ذي الثقافة الأمازيغية إنشاء الكتب إلى آخره، ومع ذلك غاس سلبية نس. إذن ثم بصفة عامة أنا مش عارف مزيان أن الصيغ إساس المشرع الدستوري 2011 ربما وتعجبه التصميم يودان يستعمل كلمة أيضا يعني ويجيبوا التساويج العربية الأمازيغية أمتو غادي نجي نص مشروع نص مزوالو ولكن تراجع عن خاص. ثم من يظهر من اللي بيسي بصفة عامة بالنسبة لنا بعدها نغز على اللجنة اللي جن الدستور وفي خذي سجن اللي هو غاس العلاقة مباشرة كثمازيغت هو الحسن والحاج. حسن الحاج بالمناسبة هو ترث العميد الجيش الكلية يمكن يكون محمد العميد كلية محمد الخامس الآداب ولا يعني العميد جامعة محمد الخامس أو ديش الكلية ويتهمي من السن هو أنه جغاس أنت عضو يعني ما ينسن شي البيان الأمازيغي إذا ظهان جيش الفترة معينة ربما قبل المعهد الأمازيغي أو بعده. مهم بيان الأمازيغي يعتبر مرجعية بالنسبة للحركة الثقافية الأمازيغية وبالنسبة لذلك تهتم يعني النسيج الجمعوي الأمازيغي وجودان الطلب استرقية الأمازيغية إعادة الاعتبار كما ينبغي وليس كما أمني والقانون التنظيمي كذلك الأمازيغية ومدغيدها
يوذان بأنه بصفة عامة وليس بالإلزام، قالش بأنه إعلان نوايا، يعني كأنه تصريح عام يخصاش يعني الآليات التنفيذية ملي غتنفذ، يعني خصش شن صيغة أخرى أو يخص المراجعة النص باش غادي يستوعب مرة ملي وقع أواني 2011 وقبلها. إذن بصفة عامة دينا الأفكار غاريخ باش غطوي الخطاس، ثم أنا غاس صميم الموضوع الأخو حاليا، فهاد المقدمة كانت ضرورية باش أنسميخ نساور أنخذ الدستور اللي ما ينعنى ما يديوه وروخ هذه النقاش غنق أواني منايا أنحاول أنجاوب خيس قصيثن إيجا ومنخ ومثنخ سليمان بالغربي حاجة مزوالوث أن يقعش ميمي أهل العمل الجمعوي يتراجع أم يستغل الدستور وحين واحد الشيء تسمى ينتعش تسمى معنى الجمعيات نعم كذا أو ذي جلا مبالاة معينة على حسب مهم السؤال أموديوسا. ذين السؤال الثاني يقعش انفتاح الجامعة وبالخصوص من صوت الجامعة نصور يعني القسم الدراسات الأمازيغية أو قلت مسلك الدراسات الأمازيغية لكلية متعددة الاختصاصات بين الناظور وقبل نص دي وجدة، ثم ذين دي جامعة دار المهلز محمد عبد الله فاس، ثم جامعة أكادير أعتقد ابن الزهر لأكادير. يعني الأقصى من الدراسة الأمازيغية ما نشل العلاقات أكس معيث محلية أكل ما كنش الأبحاث ميدانية ما انفتحت بمفهوم الانفتاح الحقيقي وليس الشكلي، يعني هذا يجي الانفتاح الحقيقي يعني في المنطقة من يتخدم وبالخصوص أن الكلية تقريبا غاس النفوذ نسل الحسيمة تصنتي محضان الحسيمة ظن نضوع الدريوش توريد بركان تصنت شن الشعب وخوي على بغوش ده بلكي معليش ممكن تتابع تغيب بدا كلية متعدد الاختصاصات تابعة جامعات وجدة. إذن الحلقة فحلقة المقدمة ومن بعد أحاول خذ شل الأجوبة منو ميزماخ وأموال ليد ناي سامحم مرة وزماخ خذ سيورخ مزيخ بور وربما تص من تحت الإذاعة السوار نخد السوار ذي شن محاضرة ذو التقليدي جدا لابد أن سعاون سواء ورد تعرفت المصطلحات تعرفت باش أنسيوض الفكرة، لأنه نبدأ خصنا نسنيج نحجث أقاق عاد رغم أنه الحركة الأمازيغية تبدأ تقريبا قديمة يمكن 2000 ويعني جمعية اثنين وقادي العاطي ربما دي 2000 أو 1900 كذا ذي السبعينات ومنها النظوة جمعية العلاقة الثقافية ذي 170 مني وبعد ذلك كثو شو ذي التسعينة ذي نجد الانتعاش ولكن بعد تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وكاش التراجع إذن خميت غبديخ الجوابينو مرة ساعة في الوقت وساعة في الظروف وساعة في الذاكرينو أتبذيخ
وزمان سيولخ الأسباب من التراجع، بالنسبة لي التراجع حقيقة، وغادي نقول الانتعاش، التراجع، العمل الجمعوي والفعاليات المجتمع المدني بصفة عامة، الباحثون إلى آخره، السوق الباحثون، أنسور الجميع. بعد ذلك أنسور أنه رغم ذي السؤال، رغم ذي التمويل حاليا، رغم أنه الدستور يتوي تنصيفة شبه إلزامية للمؤسسات، يوجهت باش تتعاملت أكل الجمعيات المحلية ذي المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي، مع ذلك ذي إقليم دلوش بنس بينش يوقع لين التراجع عدم القلب وتبين لماذا بعد دستور 2011. ولكن وزمان الجواب نيشان يسئل ديكا وسقسي ما لا ورد ورد غفا عام الحالة التسعينات من حالة 2000 بعد 2002 ومتأسس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 2006-2007 وميت بذا المسالك على حسب تقديرات مرع قرخ وتهمي التوالي، ولكن المرحلة اللي أميه بذا المسالك الأمازيغية يعني أميه بذا الأبحاث ذي الجامعة وأسن المسالك الدراسة الأمازيغية أو مسلك الدراسة الأمازيغية ووحدات التكوين والبحث ذي الأمازيغية للثقافة الأمازيغية أو باللغة الأمازيغية. مهم أمو لابد أن شوية الجواب غثفة. وبعد ذلك نهار مرة الطبخ حاليا بعد ذلك نهار الطبخ الأسئلة ثا يمكن الدمج الأجوبة له دسنت يعني شمرنت كل شيء ثلاثة المواضيع يخفى وشخ الأسباب يعني واش الجامعات الفتحة وتنفتيح واش العمل الجمعوي انتعش نحيط رجع من نخا من قبل، ورغم انه التمويل رغم هذه شويه الوسائل القانونيه بدل شويه باش الضغط خمس رئيس المنتخبه ومؤسسه التمويل لمشاريع الجمعيات، رغم ان القانون التنظيمي السير الماليه ولكن عطى شويه انه يعني من غنين ربما يهين القانون التنظيمي ولكن يقارو ترطس، وهذا من الأسباب إكجين الطاس الجمعيات فيما اختفت وما نتبه الجمعيات يعني تراجع العمل الجمعوي بصفة عامة. إذا وطر الطبخ والأجوبة ثم دين خيجون ورق بر لابد في دينيخ يعني نشتن إمكانياتي الخاصة إذ التحرك إنه يبو ذا استنشق شوية المسائل، أما شن البحث علمي ميداني حقيقي قواس نزمه، لأنه ما لا يخصتك الجامعة في الحقيقة يمكن أكيس عاون بعد الفعاليات المحلية باش توضغ الأسئلة الحقيقة ماشي سهلة أخاس نتجاوب خنش وحدي، ولكن تمني الإخوان يدخلنا وعلي ذي القناة نوبن ريف أونلاين تي في ومن خلال النقاش المستقبلي يمكن أن أضغى شوية الحقيقة، ولكن أحاول ما أمكن أذكي خيش نخزرات أبشد المسخ بعض يعني نتنقيذين إذا غجوبخ خيس قصيتنا نش أسي سليمان سلام أزول مارغيض النخي تسلم و الدرخ والسلام.